الأغلبية فينا حنا ولاد شابرة ما كنوصلوش النضج الفعلي في واحد المرحلة عمرية صغيرة، كتلقانا كنوليو نحسو بالحياة وبالواقعية ديالو بلي شابهنا مسؤولية حتى 25 عام 26 عام. دونك كتلقى راسك اخي يلا كتحاول تركبيري توقف شوية على رجلك كتولي شي كطل في التلاتينات، ماشي راه صعيب. بار كونتر مثلا بزاف الناس اللي كيكونوا كبروا في واحد التنشؤة الاجتماعية مزيانة، واحد لوريونطاسيون في الحياة في الحياة العملية في الدراسية بطريقة متوازنة، كتلقاه 18 23 عام بنى راسو بصح. وعاد فينا فئه كبيره اللي تتمشي في واحد الطريق ديال البليه تضيع عليها الوقت ديال بصح، كتلقى راسها واخا تبغي تريكوبيري النص ديالها شداتو ولا حشو في واحد الواد اللي صعيب يخرج منه، واخا الدراري كيحاولوا خصهم يحاولوا لانه تجي تشوف هنا فهمتيني ما خاسرينش بواحد الزيرو. انا كنشوف بزاف الدراري كيبارطاجيو ديك القضيه ديال الشرك خاسرين بواحد الزيرو، لا خاسرين ب10 لزيرو. تبقى خاسر اصاحبي خصك نتايا صحتك عقليتك فين كابر مسؤوليتك نتايا، واحيانا تكون انت المسؤول الوالدين ديالك خصها تهزها. دونك ما يمكنش الوقت انا كنت نشوفها حاليا فهمتيني ما كاينش الوقت اللي تضيعو بتاتا، خصك اخي تخدم على راسك فهمتيني قدر الامكان. ونقطه اللي مهمه بزاف، انا عارف باللي الاغلبيه فيكم ملي كيشوف شي واحد كيبقى يقول لي خصك تخدم على راسك هذا عاوتاني غيقهرنا بالهضره ديال الكتوبه، الهضره ديال الفيديوهات، الهضره فهمتيني وصافي. لا راه باش تخدم على راسك خصك تلقى بعدا نتايا فين كترتاح. وهنا كنقول للاخوان انا كاع اللي كنعرفهم كنقول لهم الدراري تعلموا تخربقوا، لانه فاش كتخربق واحد النهار راه كطيح في واحد الحاجه اللي نتايا كتضبطها، واحد الحاجه اللي ربي كيسر لك فيها الرزق. دونك هذيك الحاجه بالضبط هي اللي غادي تمشي تيسر في حياتك وهي اللي غتبقى تخدم فيها. وتخيل معايا دابا انت جالس ما خدام ما تلعب، واش قاعد جالس واش تتسنى شي فكره تجي طيح لك من السماء؟ راه ما غطيحش لك شي فكره من السماء والله ما غطيح لك. دونك خصني نخربق، ربما نجي نتيستي الاي كوميرس شوف كيفاش نقدر انني نبدا نصايب متجر نشوف شي سلعه نطلق الادس نجرب راسي. ولكن ماشي بديك اللي ديال نجرب غير نتيستي سيمانه ونغيرها، لا شوف انت شحال من عام دابا انت وانت كتضيعو في حياتك. دير مع راسك انك غادي تقرا 3 شهور الاي كوميرس وتخدمو مزيان بجميع الطقوس ديالو كيف ما كنقول الاخوان اللي ديجا نتواصل معاهم، بيان سور غيعطيك نتائج. ولا ما عطاكش نتائج كتعرف بلي الرزق ديالك ما كاينش تماك، سير قلب على الرزق ديالك في حاجه اخرى. ربما تقدر تكون دروب شيبين، ربما تقدر تكون انك تمشي دير غير شي كروسه وتبيع المسمن، عط الله الاسباب. وبين قوسين انا راه عارف باللي اللي ما فاتحينش عينيهم ديال بصح في الحياه هذه يقدر يقول باللي ملي قلت ليه سير دير المسمن احتقرتك. كنعرف بنادم انايا من المسمن تيضرب 700 درهم 800 درهم ارباح في النهار، مسمن وحرشه اتاي فهمتيني 3 دراهم حرشه فيها فرماجه كاساتاي ديال 2 دراهم. والله العظيم الا كضرب 700 درهم 800 درهم كيسالي شهره بواحد المليون ونص فهمتيني، وبهاد المرات حتى 20000 درهم. دونك انت الوظيفه ديالك الاولى هو انك تقلب على راسك فين تقدر تعطي، ونهار اللي كتلقى واحد المجال اللي كيعطيك الرزق راه كتركز فيه. وبزاف ديال الدراري فهمتيني راه تشوفهم مثلا معايا في سو انستغرام كنبارطاجيهم اللي كانوا كيقراو وداروا الاي كوميرس ومشاو مزيان في الاي كوميرس ومشاو مزيان في قرايتهم. كاين اللي ديجا كان في واحد الميتي وحده اخرى دار الاي كوميرس ومشى مزيان في الاي كوميرس وبقى في الميتي ديالو. وكاين اللي جرب الاي كوميرس وما مشاش معاه مزيان وقلب الحرفه فهمتيني كيمشي كيقلب على راسو في بلاصه اخرى. مهم حنا مع الحاجه اللي غادي تعطينا الرزق، وباش نطيحوا في ديك الحاجه اللي غتعطينا الرزق واننا نمشيو نقلبوا على راسنا، نجرب هادي جرب هادي جرب هادي، واحد النهار كيبان رزقك اخويا. دونك هادشي اللي كاين. وبليز الاخوان ما تحقروش راسكم فهمتيني، ما تبقاوش فواحد الدوامه ديال لا راه ما كاين والو لا راه فهمتيني هادشي راه دايرو بنادم. انا عارف دابا الدراري ما دايرين والو في حياتهم، والله دايرين في حياتهم والو، واش تجلس معاه ولا تتلاقى معاه في قهوه ولا شي حاجه بحال هكا ديري هادي لا وهادي راه شوف راه دايره فلان لا وانا راه ما نديرش هادي لا هادي راه ناقصه لا واش انا واش دخلنا عليك بالرب اخي واش هادشي فيه. وخصك تجرب اصاحبي خصك تجرب واش تسنى رزقك تشوف الامور كيفاش داير. هادشي اللي كاين تعلم تخربق هذا هو العنوان ديال هذا الفيديو هذا. الله يسهل لكم الامور.